تعالوا بقى نتكلم في الفقره دي وبالتفصيل عن رياضه الهوكي، وهي طبعا واحده من الرياضات اللي في الفتره الاخيره زاد جدا بيها يعني الاهتمام بيها من قبل كل الفئات العمريه الحقيقه، وكمان في مجموعه من الانجازات الحلوه اللي عايزين نعرف حضراتكم كل تفاصيلها. بطوله الجمهوريه طبعا اللي فاز بيها فريق بنات 2006 بنادي الشمس، طبعا انجاز محترم برضه، هنعرف من ضيوفنا اللي منورنا كل تفاصيله واكتر كمان. منورنا في هذه الفقره ضيوفنا كابتن محمد السكري، مدرب فريق الهوكي بنات بنادي الشمس تحديدا سن 2006، وكمان منورانا رزان ابراهيم كابتن فريق الهوكي بنادي الشمس بنات 2006. صباح الفل عليكم. صباح النور. صباح الهنا. ودايما في البدايه لما بنستضيف يعني ضيوف او ابطال كمان بنحب نتعرف عليهم اكتر، فخلينا نبدا بيه كابتن محمد بعد كده رزان برضو نتعرف عليهم. ربنا يخليك يا محمد السكري. انا ده مدرب في الشمس بقى لي فتره كبيره، سيدات درجه اولى و2006 الموسم ده. هل كنت لاعب قبل كده؟ كنت لعبت في انديه كتير، بدايه من الشرقيه لان انا اصلا من الزقازيق، فبدات من الشرقيه. ربنا يخليك ربنا يسعدك. للشرطه، البورفؤاد، قناه، كذا نادي، لحد ما وصلت في التدريب بقى دربت في نادي بورفؤاد ودربت في نادي مركز شباب السادات والشمس. فالشمس احنا كنا درجه اولى والسنه دي درجه اولى و2006 برضه، فالحمد لله نتائج البنات والسيدات في النادي الحمد لله نتائج الحمد لله. وش معنى اخترت تتمرن سيدات او تدرب سيدات؟ والله انا يعني بقى لي فتره كبيره كنت بدرب اولاد، وبعد كده لما بدربت بنات الميزه في البنات ان هم بيستوعبوا اكتر. دي شهاده كبيره. لا دي حقيقه فعلا ان هم مميزين بالاستيعاب بتاعهم كويس والنتائج معهم بتبقى مميزه اكتر من الولاد. هاي رزان برضو خلينا نعرف عنك اكتر، وابتديتي لعبه الهوكي تحديدا كام سنه؟ وهي اصلا كومن في سن صغير ولا دايما بنحس ان هي لعبه لكبار السن؟ ممكن تكون معلوماتي غلط برضو. فاشرح لنا. لا الهوكي الاحسن اصلا احنا نبتدي من بدري من واحنا صغيرين، يعني مثلا في اكتر الناس اللعيبه الكبار بداوا مثلا من سن 5 سنين وست سنين الهوكي من واحنا صغيرين نبداوا عادي، بس انا بلعب من وانا عندي 10 سنين، بقالي 8 سنين بلعب هوكي. يعني الاول كنت بلعب رياضات تانية كتير، لعبت باسكت بول ولعبت فولي ولعبت سباحه. بعد كده يعني مثلا وانا عندي 9 سنين كنت محتاجه اغير، كنت بقالي 3 سنين بلعب فولي، فكنت عايزه اشوف رياضه تانية. كنت بلعب انا واختي واولاد خالي دايما بنشوف رياضه ونفضل فيها مع بعض، فكان غير. فبالصدفه عرفت الهوكي بطريقه يعني غير مباشره، قلت اجرب حاجه جديده، فلما دخلتها بقى كملت فيها. هو الهوكي اي حد اي حد بيدخل هوكي يعني بيكمل. طب بقى ايه اللي جذبك وانت بالفعل خدت تجربه ممارسه رياضات تانية مختلفه؟ اشمعنى الهوكي اللي ظبط معاكي يعني؟ هو الهوكي اي حد بيدخل فيه فعلا بيجري في الدم، زي ما مريم كرامه لما جت هنا قالت نفس الحاجه. هو فعلا اي حد لما بيدخل في الهوكي بيحب جو والروح اللي فيه. اكتر لعبه فيها تعاون، يعني تحس ان احنا كلنا عيله واحده، اسره واحده، غير ان هي مش لعبه بس مجرد رياضه بتمارسها، لا يعني بنحس بيها بجو الاسره اكتر. اوكي. طب وانت دراسيا في اي مرحله دراسيه، وازاي بتوفقي ما بين المعسكرات والتدريبات والبطولات؟ وما شاء الله الكاس منور الدنيا في الفقره معانا اهو. انا في ثانيه ثانوي، يعني انا بحاول ارتب مثلا لو عندي جدول دروس باخد دروس او بروح المدرسه، برتب ايامي للمدرسه في مواعيد، واظبط مع الكابتن طبعا لو في ظروف او حاجه، اقول له مثلا هاجي التمرين متاخره ساعه، او مثلا هحضر النهارده بدري كده على حسب ظروفي، وطبعا الكابتن بيحترم ده لكل الفرقه يعني. جميل. طيب خليني برضو اروح معاكي اكتر رزان، يعني عرفينا عن، احنا دلوقتي شايفين المفروض ده برضو الفريق بعد، عرفينا عنهم اكتر، والاعمار قريبه من بعض؟ احنا عندنا اصغر واحده 2010، اكبر واحده 2006، احنا مواليد 2005 2006، والفرقه دي كبيره قوي من زمان وهي بتجهز، فرقه عندها روح وكلنا متعاونين. يعني من اول ما الموسم بدا واحنا خدنا وعد مع الكابتن ان احنا ان شاء الله كل البطولات هناخدها اللي هندخلها، وفعلا كنا قد الوعد ده، وفعلا الفرقه يعني فرقه كبيره وفرقه محترمه، كلنا بنحب بعض. اهم حاجه الروح، يعني الفرقه الناجحه دايما لازم يبقى فيها تعاون طبعا، والروح. احنا اتفقنا ان احنا اهم حاجه نسعى والنتيجه على ربنا في الاخر. ونعم بالله. النادي الشمس طول عمره مشهور برياضه الهوكي، اشمعنى الرياضه دي بالذات في تالق لنادي الشمس فيها؟ هو في تالق في العاب كتير، بس الهوكي بالذات، لان وبالاخص البنات، لان شخصيه البنت في النادي هناك مميزه عن الولد كتير، بيلاقوا نفسهم جوه اللعبه. يعني الولاد ممكن عندهم هوايات تانية بعيد عن الرياضه، في ملهيات، لكن البنات ما بيصدقوا لعبه ان هم موجودين فيها باستمرار. يعني اوقات كتير في بنات احنا اللي بنمشيهم من النادي، بنقول لهم لا روحوا ذاكروا بقى كده كتير، لانهم بيحبوا قعده النادي كتير مع اللعبه والرياضه، والهوكي مميز
ان لعبه غريبه وفريده. فاللي بيلعب هوكي ده بيبقى مميز في وسط مدرسه في وسط سيليا. انواع الهوكي صح يعني مش ده النوع الوحيد اللي احنا بنشوفه ولا النوع الوحيد. هو احنا في مصر ما فيش غير الهوكي ده الموجود الميداني وده اللي موجود في مصر. الايس ده مش موجود في مصر. موجود بس قليل موجود في نوادي كده ما عندناش احنا منها. فدي بتبقى حاجه مميزه. ففي النادي هناك الشمس البنات زي ما رزان بتقول ان في ممكن فعلا معظمهم بدا بالعاب مختلفه. بس لما بيدخل الهوكي بيلاقي نفسه ان انا معايا مضرب ماشي بيه في اختلاف في حاجه مميزه صح. واللي بيلعب فيها بيبدا فيها من اول سنه تاني سنه خلاص انا مش عارف اسيبها. الجليد يمكن انا وكريم كنا بنعرض كتير فيديوهات في البرنامج هنا فيها اصابات جامده جدا. هل الهوكي العادي برده بيبقى فيه اصابات زي الهوكي الجليد؟ هو انا هقول لحضرتك على حاجه. الرياضات كلها فيها اصابات حتى كره القدم اللي هي ما فيهاش بس فيها برده اصابات. الهوكي لا هي اصاباتها بتبقى اقل شويه لان القوانين بتحكم اللعبه بشكل اعلى. الاصابات عاده في الهوكي الجديد بتيجي من الخناقات بين اللعيبه. ما هو احنا عندنا دي حقيقه بس هو والله بره صح حصل وعندنا في اوقات بتوصل لها بس كان الكلام ده زمان وطبعا القوانين بتقلل ده خالص. واحنا حتى في تدريبنا ان احنا المضرب ده للعب فقط لا غير ما فيش يعني مش ممكن يترفع. القانون اصلا بيخلي المضرب ما ينفعش يترفع لفوق عشان ما حدش يتصاب فيه منه. فالحمد لله الدنيا بتبقى لا بالعكس الاصابات في الهوكي بتبقى اقل شويه عن الالعاب الثانيه. جميل. رزان بتستعدي ايه بقى لايه الفتره الجايه ان شاء الله؟ ايه البطولات اللي هتشاركي فيها؟ هل في معسكرات؟ الفتره الجايه المفروض يعني في بطوله المنطقه القاهره. احنا خلصنا الجمهوريه خماسي اخذناها الحمد لله برده بس لسه ما استلمناش ميداليات من الاتحاد. واخذنا بطوله الجمهوريه ال11 اللي هي الملعب الكبير بس فاضل بطوله المنطقه اللي هي 11 برضه بالملعب الكبير ولو هيبقى فيه خماسي او حاجه بس. اوكي حلو. طب استعدادات الفريق برضه اكيد بيبقى فيه متطلبات معينه. انتوا بتستعدوا ازاي يا كابتن محمد؟ ولو انا بتكلم ان انا عايز اخد الموضوع لليفل اعلى بقى واتكلم على منتخب وغيره فخلينا نفهم من حضرتك برضه احنا الليفل بتاعنا فين؟ الليفل للاسف احنا شوف بقى البدايه هي مش حلوه ما يعني احنا فرحنا جينا بقى نتكلم على المنتخب يا فرحه بتام لا طبعا قله الملاعب اللي موجوده في مصر دي بتخلي الموضوع فيه صعوبات شويه بالنسبه للانديه. حتى المنتخب احنا المفروض كان في بطوله الالعاب تتلعب ال 15/3 للاسف السيدات ما شاركتش. الاتحاد ما شاركش بالسيدات. الولاد هيشاركوا ده عشان ايه؟ عشان الملاعب؟ ممكن هقول دعم لان لحد دلوقتي هي مش واضحه من الاتحاد ايه السبب في عدم مشاركه السيدات. بس في الغالب هم ان في دعم والكلام ده كله. بس اللي انا بتكلم فيه بقى ان البنات دي فعلا مهدور حقها بكتير. هم لازم يتم الاهتمام بيهم اكتر من كده من الاتحاد. منتخبات زي ما قبل كده كان في بنتين هنا برضو من المنتخب شغال كويس بس الاعداد ده انا متخيل ان القوام الاساسي للمنتخب هيبقى فيه مجموعه لاعبات من نادي الشمس. ده حقيقه موجود في الشمس فعلا. احنا اعتماد المنتخب شرقيه شمس سموحه اكتر فرق طبعا. موجود منهم البنات بترتبهم حتى في الدوري الحمد لله دول المتصدرين الدوري. على ذكر تميز نادي شمس في الرياضه دي واحنا كنا سالنا حضرتك وسمعنا اجابتك تعالى بقى نسمع الاجابه المره دي من خلال وجود دكتور محمد بدر رئيس الجهاز والمدير الفني لرياضه الهوكي بنادي الشمس الرياضي منورنا على التليفون. صباح الخير على حضرتك فندم واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل يا استاذ كريم. السلام عليكم وعليكم وعلى حضرتك وعلى استاذه نهاوند وبصبح على الكابتن محمد وكابتن رزان. صباح الهنا على حضرتك يا دكتور. اهلا بيك دكتور. كنا بنتكلم من شويه وبندردش في حته ان نادي شمس من ضمن الرياضات اللي هو مشهور بيها جدا تحديدا رياضه الهوكي. ايه سر الحكايه دي؟ السر ببساطه خالص مجلس اداره متميز بقياده دكتور اسامه ابو زيد بيدعم رياضة الهوكي بشكل قوي جدا. كمان لا أخفيك سرا إن في دينامو النشاط الرياضي الكابتن أحمد عبد الله يعني بيسهل لنا كل الأمور بشكل كويس جدا وده سبب التفوق إن الإدارة متعاونة بشكل قوي جدا وده اللي بيخلي دايما رياضة الهوكي أو الرياضات جميعا في نادي الشمس في تقدم مستمر.
رائع جدا. طب دكتور محمد، احنا يعني تطرقنا لنقطه برضو واحزنتنا لحد كبير، خلينا نتكلم، يعني احنا بنتكلم على مستوى الانديه في هذه الرياضه احنا جيدين جدا، لكن تيجي تتكلم على منتخب ده بلسان كابتن محمد ان الدنيا مش افضل شيء والناس مهدور حقها شويه، تحديدا لو احنا هنتكلم عن فريق البنات. طيب هل في حل، هل في تنسيق بين حضرتك مثلا والانديه الاخرى مع الاتحاد مع وزاره الشباب والرياضه عشان نقدر نحل الازمه دي، خصوصا ان احنا بنتكلم عندنا كوادر حرام ان احنا ما نستغلهاش؟ كلام حضرتك مظبوط استاذه نهاوند، ويعني من خلال حضرتك طبعا احنا بنوجه رساله للاتحاد المصري للهوكي ان يبقى في جراءه شويه في موضوع البنات. النهارده البنت زي الولد خلاص، المجتمع ما عادش مقفول زي زمان. هي اكشلي عدته كمان، يعني لو احنا اما انا بقى بقول لحضرتك يعني الموضوع بقى لازم يبقى في زي ما بنقول كده جراءه وثقه في ان احنا ناخد خطوه في اتجاه رياضه البنات. طبعا من خلال الوضع ده انا بشكر كل الانديه اللي فيها فرق هوكي سيدات على مستوى مصر كلها، واللي كانوا بينافسونا على البطوله دي. وعايز اقول لحضرتك البطوله دي بطوله تعتبر بطوله تاريخيه لنادي الشمس، اول مره فريق الناشئات في نادي الشمس يحصل على بطوله الجمهوريه، وفي عناصر واعده في جميع الانديه اللي اتكلموا عليها الكباتن. يعني كابتن محمد اتكلم على 3-4 انديه فعلا الناس مميزين جدا، لعيبه على مستوى عالي من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الاخلاقيه، فلازم يبقى ناخد الفرصه دي والتحدي صحيح. ده وان شاء الله يكون في شكل كويس بعد كده باذن الله. يا دكتور محمد احنا بنتمنى لكم على كل حال كل التوفيق، شكرا ليك جدا، شكرا جزيلا. طيب رياضه الهوكي داخله ضمن منافسات بطوله الجمهوريه للمدارس يا رزان؟ كانوا بيفكروا يعملوا حاجه زي كده، لا لازم يعملوا كده لان انت كده هتأملي لك 7-8 درجات مستريح في ثانويه عامه. لو على الدرجات في ثانويه عامه بناخد مثلا في الشهادات اللي هو زي ثالثه اعدادي او ثانويه عامه، واحنا بنختار يعني مثلا لو انا اخدتهم في ثالثه اعدادي خلاص هاخدهم في ثالثه ثانوي، يعني اخدهم في سنه فيهم لو شهاده فيهم. يعني اختي لما كانت بتلعب اخدت درجاتها، لما مثلا بناخد مركز تبقى بطوله جمهوريه مركز اول او ثاني او ثالث بناخد عليه الدرجات على حسب بقى. الاول 10 درجات تقريبا اعتقد او 12 والثاني 7 حاجه زي كده، حاجه زي كده. ربنا يوعدك بيهم الدرجات دي ويعمل معاك شغل في ثانويه عامه ان شاء الله. كان في فعلا كان في منتخبات مدارس كان موجود وكان مميز، بس كان ولاد والكلام ده برده من فتره، وللاسف الفتره دي برده الدنيا وقفت فيه شويه ما عادش شغال باهتمام زي الاول، فبرده كان حاجه كويسه بتدي درجات عن الانديه وبطولات الدوري والجمهوريه والكلام ده. صحيح. فبتمنى برضو ان الدنيا ترجع تاني وتشتغل، سواء مدارس منتخبات مناطق الكلام ده الحاجات دي فعلا بتساعد على انتشار اللعبه بكتير. طب بالنسبه للجماهير، لو احنا قلنا او اتكلمنا عن الجماهير، في تواجد جماهيري جيد؟ هل اللعبه دي منتشره بشكل كبير؟ طبعا هي مش لعبه شعبيه بس ليها جماهير ويمكن بتزيد، فشغالين على الملف ده ولا لا؟ وهو شغالين عليه، ولحد دلوقتي الجماهير بتبقى برضه ممكن محدوده على اهالي اللاعبين واللاعبين القدامى او اللاعبين الموجودين او محبين الهوكي. يعني هي بتعتمد دايما على محب اللعبه بكتير بشكل واضح، مع انها لعبه فيها اثاره، يعني المفروض يكون ليها جماهيريه كبيره. هي دي الميزه، ما انا بقول لحضرتك هي الفكره، اللي بيدخل اللعبه ما بيعرفش يطلع منها خلاص. يعني انا بقالي حوالي 36 سنه بالهوكي مش عارف ابعد، مش عارف اطلع. انا زوجتي وبناتي حتى بيعانوا معايا بسبب الهوكي، ان فعلا مش قادر انا اسيبه سواء في لعب او تدريب. فهي كلعبه مميزه جدا، احنا الحمد لله بنتجه ليها بشكل كويس جدا ومميزين فيها بشكل واضح. البنات برضو يعني اليوم ادوار كبيره مهمه، بس زي ما قلت لحضرتك هي عايزين ناخد النقطه بقى الاعلى شويه. رزان وهي بتتكلم عن الرياضه دي بتتكلم بمنتهى الشغف، يعني عدت مرحله المحبه ودخلنا في مرحله الشغف، فبطبيعه الحال لازم يحققوا انجازات لو هم عندهم القدر ده من الشغف. طبعا. مخططه لنفسك ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ انت لسه طبعا لسه بدري، بس انت يعني ناويه تكملي في الرياضه؟ ناويه يعني ممكن الوضع يختلف شويه لما تدخلي مثلا جامعه، مخططه لنفسك ازاي يا رزان؟ انا بحب امشيها اللي هو خطوه بخطوه، يعني انا قدامي دلوقتي انا في السنه دي انا كان نفسي احقق كل البطولات اللي هدخلها انا وفرقتي، عشان انا لما ببقى مثلا انا رياضه جماعيه دلوقتي فانا مش عايزه اخد القرار لوحدي، لو هقعد افكر او اتارجت حاجات هقعد مع فرقتي، لان هم حرفيا مش فرقه بس، هم اخواتي، هم عيلتي، هم اكتر من كده بكتير، يعني ربنا يعلم انا بحبهم قد ايه. كلهم ناس بتيجي على نفسها في حاجات كتير، في مذاكره او اي مناسبه عندهم او اي حاجه، عشان بس نبقى في التمرين، حتى لو في ايدينا نزود تمارين زياده ممكن مش تبقى في الجدول بتاعنا. يعني احنا مثلا ملتزمين بثلاث ايام تمارين، ممكن نزود نكلم الكابتن لا احنا محتاجين ننزل اكتر، احنا عايزين نتعب علشان نلاقي نتيجه.
فالفرقه دايما بتبقى متعاونه في الموضوع ده. حلو قوي الكلام ده حقيقي يعني. جدا. لا هم فعلا حتى قبل الماتش اللي هو النهائي ده كان الاسبوع ده احنا المفروض ان احنا ثلاث ايام، فرزان كلمت الفرقه وكلموا ان احنا ننزل. نزلنا خمس ايام اشتغلنا فيهم وجينا واشتغلنا وتعبوا جدا، والحمد لله ان احنا كان ده نتيجه التعب، لان فعلا البطوله دي زي ما الدكتور بيقول هي حاجه يا اول مره تحصل ان هم يحصلوا على بطوله الجمهوريه، لان كانت دايما بطولات الجمهوريه محدوده ما بين الشرقيه ومركز شباب السادات في فترات. السنه اللي فاتت سموحه اللي كسبتها، السنه دي احنا الحمد لله. ومكسب كمان ان احنا قبل النهائي كسبنا الشرقيه وفي النهائي سموحه، فاحنا الحمد لله برضو المكسب على فرقتين كبار وفرقتين قويه جدا، فكانت بطوله غاليه جدا وفعلا قويه جدا جدا. والبنات مش هقول لحضرتك رجاله بقى، اكتر من رجاله بجد، روح اداء اصرار زي ما بتقول، فعلا كانوا هم عايزين ده من اول ما بدانا الموسم، احنا كان اتفقنا على ده. الحمد لله ربنا كرمنا، رحنا بطوله الجمهوريه الخماسي الحمد لله برضو كسبنا الماتشات كلها، ما خسرناش يعني ما فيش كومبيتيتور ليكوا كنادي يعني. ما برضو عايزين نعرف يعني ايه المنافس الاقوى لنادي الشمس الفتره الحاليه؟ سموحه. سموحه والشرقيه. سموحه والشرقيه. سموحه والشرقيه اكتر فرق منافسه، وعلى تقريبا نفس المستوى ونفس الوضع ده ثابت بقاله سنين يعني. يمكن حتى الشرقيه كمان رقم واحد الشرقيه رقم واحد حتى في اذهان المصريين اللي عارفين ان احنا عندنا رياضه في الهوكي، دايما مقترن الهوكي بالشرقيه بصفه خاصه. وده غريب على فكره، هم اصلا ان احنا عندنا أصلاً. احنا منام الزقازيق زي ما قلت لحضرتك. بالمناسبه ايه تفسير الحكايه دي يعني؟ فعلا اصل هي فعلا ظاهره لافته للنظر يعني. لان احنا عندنا اهتمام الاهل نفسهم بالهوكي اكتر من الكوره يعني. وده رجع لايه برضه؟ ما ده غريب. من البدايه، لان هي بدات عائلات يعني. احنا عندنا في الهوكي زمان كان بادئ عائلات يعني. انا كنت مثلا بلعب انا واخويا وابن عمي يعني دي كانت لعبه مثلا ممكن تبقى بتتلعب في الشارع او بتتلعب جدا. عايز اقول لك احنا كنا واحنا صغيرين بنلعب في الشارع هوكي، مش كره قدم يعني. كانت عندنا المناطق فعلا بتطلع لعيبه كتير جدا. كنا بنلعب اولى الحقيقه. لا احنا عندنا الهوكي اللي كان بس ده حلو. كره الشوارع في هوكي انا اول مره اعرف المعلومه الجديده. لا عندنا الشارع، تلاقي حتى يعني لحد دلوقتي هي قلت شويه بس لحد دلوقتي موجوده، ان ممكن الاولاد الصغيرين في الشارع مضارب وكوره ويقعدوا يلعبوا والكلام ده كله، فمنتشر بشكل كبير يعني حتى في البيوت. بس عايز الشارع يبقى متسفلت حلو. مش شرط والله. بص اللي حضرتك زي ما بقول هم عايزين يلعبوا داخل انت في تفاصيل. هم عايزين يلعبوا. لا هم عايزين يلعبوا، فبيلعبوا في اي وضع وفي اي مكان. فهم فعلا عندنا محبين جدا جدا للهوكي، بتبقى مسمعه كتير قوي قوي البطولات الافريقيه والكلام ده. فالولد الصغير حابب انه يلعب هوكي يعني. عندنا الاكاديميه ما شاء الله، اكاديميه الشرقيه صرح كبير جدا. هي دي بقى النقطه ده اللي انا عايز ارجع ليه، واستكمالا لسؤالي انا وكريم. أكاديمية الشرقية بتصرف، ما عندها أكاديمية كبيرة يعني بتصرف، في صرف في اهتمام، هل ده السبب في النجاح ولا مش بس ده عامل، ده يمكن عامل من العوامل؟ هو أولا وجود الملعب، ده وجود الملعب ده حاجة أساسية جدا، إن هم الملعب متوفر، فأنا بقدر أجيب الناشئ الصغير الملعب موجود وانزل. هو مكلف الملعب ده عشان أقدر أقول مش كل الأندية بتقدر. هو مكلف يعني. احنا حتى مشكورا رئيس النادي عندنا دكتور اسامه زيد، كنا بنتكلم معاه اول امبارح في اجتماع معاه، ان هو حابب يعمل ملعب عندنا، بس هي الفكره كلها الارضيه والفرشه نفسها مكلفه. فاحنا في محاولات ان احنا نحاول نعمل عندنا ملعب حتى لو كان خماسي، مش ملعب كبير. هو قاهريا في كم ملعب؟ واحنا بنتكلم على القاهره يعني فيها كم الاكبر من النوادي الرياضيه؟ هو محافظه القاهره حاليا ما فيهاش غير ملعب واحد، مركز شباب الجزيره. ملعب الشرطه فيه اصلاحات وبقاله سنه لحد دلوقتي مقفول، لسه ما اشتغلش، ان شاء الله ربنا يكرم قريب انه يشتغل. وفي ملعب في حلوان، دول الثلاث ملاعب اللي موجودين في حدود القاهره، مفيش ملعب ثاني. وفي النادي ملعب يعني ملعب خماسي، في ملعبنا احنا ملعب خماسي، ملعب خماسي فقط، ملعب خماسي بلط. وبتروحوا بقى مركز شباب الجزيره؟ مركز شباب الجزيره. ما عشان كده بقول لك الملعب ده بيبقى معاناه للفرق اللي شغاله طالما. بس مركز شباب الجزيره لسه متجدد قريب يعني، هم جددوا او عملوا الملعب ده قريب مش من بعيد بقى، ولا هو كان موجود وتم تجديده؟ لا هو مع تم انشاءه تقريبا من حوالي خمس سنين او ما انا بقول برضو مع التجديدات الاخيره. ايوه لما الجيش خد المركز وعمله وشغال يعني. عليه ضغط كبير دلوقتي، لان طبعا محافظ القاهره كلها بقت دلوقتي متجهه ليه. كان ملعب الشرطه كان يعني هو بيكلف كام الملعب مثلا؟ هو حاليا بالاسعار اللي موجوده تقريبا ممكن
10 مليون اكتر. 10 مليون يعني في الحدود دي، لان هي المشكله كلها في الفرشه نفسها ان هي بتيجي من بره مش موجوده هنا. بتهيالي يعني البادجت مش هتسمح طبعا للاتحاد ولا وزاره، صح ولا ايه؟ غير كمان الملعب الا لو جبتوا سبونسرز بقى وده صعب يجي يعني. دي حقيقه. غير بقى البنيه التحتيه كمان برضو بتحتاج مصاريف والمساحه والكلام ده. ف بس والله يعني هو شيء غريب ولطيف في نفس الوقت، فكرة ان في ظل شبه انعدام لكل المتطلبات لكن عندنا بنات زي الفل وعندنا شباب زي الفل وعندنا تتحايل على الظروف كمان. يعني سبحان الله، ما لو كانت الدنيا متيسرة كان هيحصل ايه؟ ما هو ده انا بقول لحضرتك عليه، هي هم عندهم اصرار عايزين يعملوا حاجة، فأي ظرف موجود زي ما بقول لحضرتك عندنا احنا الشباب الصغار بيلعب في الشارع، فهي اللي حابب حاجه بيعملها على اي وضع كان. الرياضه دي فيها احتراف كده زي كره القدم يا رزاق؟ اه يعني طبعا فيها كده. في ناس فكرتي في الحكايه دي قبل كده ولا لا؟ ما زي ما بقول لحضرتك انا باخدها خطوه بخطوه. انا نفسي ادخل منتخب، فان شاء الله اي منتخب جاي شباب انا نفسي ابقى في اي تجميعه من التجمعات. ان شاء الله يعني هبدا اللي هو يبقى لي حق ان انا اطالب ان يبقى موجوده عشان فرقتي خدت بطوله الجمهوريه، فدي حاجه من الحاجات اللي احنا عايزين نوصل لها. يعني دلوقتي اي فرقه بتاخد بطوله الجمهوريه العين بتبقى عليها، اللي هو اي مدرب هيبص كابتن منتخب ياخد لعيبه منين كويسه؟ ابطال الجمهوريه. فلما اتعمل منتخب ناشئين اللي فات كان في ناس منهم من النادي عندنا كتير، وحارس المرمى كانت من عندنا نيفين المرشدي وكانت ساره، ففي كذا حد راح من عندنا برده حتى تجمعات يعني. فهي بتبقى خطوات لما بيتشافوا او بنتشاف او بنتعرف من بطوله بنوصل. تمام. بس حلو جدا. يعني هو للاسف الوقت بيخلص، بس انا مبسوطه انا وكريم بجد باستضافتكم، ورزان بنتوقع لك بجد مستقبل كبير جدا، وطالما في باشن خلاص يعني ان شاء الله هيبقى في نجاح قدام. وطمنونا بجد، خلينا على تواصل عشان نعرف لو في اي جديد في هذا الملف. انا عارفه طبعا وزاره الشباب والرياضه والاتحادات بتبقى البادجت بتاعها يعني مرتبط برضو برياضات معينه وانجازات معينه ونتائج معينه، بس ما حدش عارف ممكن يبقى في سبونسر كده فجاه. و10 مليون على فكره بالنسبه يعني السبونسر شيب انت ممكن تجيبهم من شركتين، يعني ده بجد يعني ده مش رقم بالنسبه لهم يعني. ان شاء الله نورتونا وشرفتونا. شكرا، نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ان شاء الله. اوجه الشكر برضو لمجلس اداره نادي الشمس ان هو فعلا بيساند وبيدعم الهوكي بشكل كويس، والجهاز الفني باللاعبين الابطال كانوا فعلا الحمد لله يعني كانوا قد المسؤوليه ان شاء الله. الاداره الناجحه هي الاساس في الاول وفي الاخر، فاللي انتوا فيه ده نتاج اكيد الاداره الناجحه الموجوده. طبيعي. نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.